مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة، وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تعني الشارع في تعز، نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمعنيين. نطوف المحافظة لنتعرف على طبيعتها وما تزخر به من ثروات، كما سنتوقف إياكم على قصص تحد من واقع المعاناة لنرى كيف أبدع أصحابها في تجاوز ظروفهم الصعبة، فكونوا معنا. في ظل غياب الدعم الحكومي، بازار للنساء المعيلات في تعز لمواجهة الظروف الصعبة. مركز مؤقت للحجر البيطري بجبل حبشي، والهدف تأكيد صحة الحيوانات قبل توزيعها على المستفيدين. تحت تأثير الحاجة بفعل الحرب، مأمون الشميري يستبدل مهنته في هندسة الكهربائيات إلى الإبداع في تدوير الإطارات. مرحبا بكم من جديد. نستهل حلقتنا وكالعادة برصد سريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. أقيمت بمدينة تعز ندوة خاصة بمناسبة ذكرى اتفاق اليمن الاتحادي الجديد، وقدمت في الندوة التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ثلاث أوراق عمل، تطرقت الأولى إلى حرية الرأي والتعبير والإعلام في ضوء مخرجات الحوار الوطني وتداعيات الحرب، فيما تضمنت الورقة الثانية قراءة حول مستقبل الإعلام اليمني، وتناولت الورقة الثالثة واقع وآفاق الحقوق والحريات في ضوء مخرجات الحوار وتداعيات الحرب. اختتمت بتعز فعاليات مشروع تعزيز الاستجابة المجتمعية بمديرية القاهرة والخاص بالمساحات الصديقة، واستهدف المشروع الذي نفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية على مدى 6 أشهر قرابة 15,000 طفل وطفلة. هذا وكان معرض للرسومات والأشغال اليدوية نفذ على الهامش وبإبداعات عدد من النساء والأطفال والصغار من ذوي الاحتياجات الخاصة. مشاهدينا، تبذل المرأة في تعز جهوداً مضنية في سبيل تحقيق الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، لا سيما في ظل تواصل الحرب على تعز. ويعتبر البازار الأخير الذي نظمته معيلات الأسر بجهود ذاتية إحدى صور الكفاح في مواجهة الظروف الصعبة. عروض من المشغولات والحرف اليدوية تقدمها نساء تعز المكافحات من معيلات الأسر، وتعش بها قاعة مدرسة الثورة للبنات في بازار يهدف في المقام الأول إلى تسويق وتشجيع المنتج المحلي ودعم ومساندة جهود المرأة في هذه المحافظة. كلهن هذين أشغال، كلهن منتجات، ربات بيوت، ما هنش مؤسسات، ربات بيوت جايين علشان يظهرن إنتاجهن ويعيلن، يعني يقدرين انهن يخرجين الى العمل، الى سوق العمل، علشان يقدرين انهن ايش يعيلن اسرهن. تعلمنا حرفه ندخل على انفسنا ايش الرزق، والحمد لله، بس يواجهنا صعوبات بشراء المواد. يقول القائمون على هذه الفعالية التسويقية إن جهودا ذاتية بذلت لإقامة وإنجاح البازار بهدف تمكين النساء المعيلات من الأرامل والمطلقات، وتعريف السوق المحلي بإبداعاتهن، والتذكير بمعاناتهن التي يواجهنها نساء تعز. المعرض يضم أكثر من 35 منتجة، منها العطور والبخور والأشغال اليدوية والملبوسات من الأرواب والفساتين، فساتين كبار صغار. حظي هذا المعرض بإقبال لافت، لا سيما من طالبات المدارس اللواتي وجدنا رغبة كبيرة للتعرف على منتوجات المرأة في صناعة الأزياء والبخور والعطور والروائح والإكسسوارات، وتشجيعه باعتباره منتج محلي.
أكيد حاجة حلوة إنه واحد يعمل حاجة عشان يساعد أسرته، يوفر احتياجاته احتياجات أسرته وبيته، أكيد بتكون حاجة حلوة. صدفتوهم عندي هنا في صالة المدرسة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وبهدف مساعدة أخواتنا المنتجات العاطلات عن العمل، المعيلات للأسر، المطلقات، الأرامل، وتشجيع طالباتنا لحب الإنتاج المحلي والابتعاد عن الإنتاج الأجنبي. انطباعات جيدة خرج بها زوار هذا البازار، بل تفاعل البعض حين لمس غياب الدعم الرسمي ليقدم بشكل فردي دعما رمزيا لجهود معيلات الأسر. تفاجأت بهذا المعرض الرائع، وتفاجأت بنضال المتضررات من الحرب، قصصهن يحملن قصص معاناة كبيرة، تلك التي أصيبت بيتها بقذيفة، وتلك الذي تدمرت بيتها، وتلك الذي خسرت أبنائها وفلدت كباديا في قذائف حوثية. تسويق المرأة وخصوصا معيلات الأسر منتوجاتهن في إطار مواجهتهن ظروف المعيشة يكتسب أهميته من كونه يعرف المرأة المنتجة بسوق العمل ومتطلباته، ويعمل على تحفيزها نحو مزيد من الإبداع والتميز بغض النظر عن الدور الرسمي الذي يتحدثنا بمرارة عن غيابه، وهو الذي يفترض أن يكون مساندا لجهود المرأة التعازية سيما في ظل هذه الظروف. ولتسليط الضوء على نشاطات المرأة المنتجة والمعيلة نرحب معنا بالأستاذ خالد غيثان رئيس الجمعية اليمنية لتشجيع الإنتاج المحلي بتعز. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا بكم، ونشكركم على استضافتنا في قناتكم الرائدة إن شاء الله. أولا، أن يقام هذا المعرض لشريحة النساء المعيلات والمنتجات يعتبر تحدي، لكن لماذا يغيب دعم السلطة المحلية والجهات الرسمية لمثل شريحة مهمة في المجتمع كالأسر المعيلة؟ في مثل هذه الظروف وخصوصا في زمن الحرب، السلطة المحلية عجزت عن توفير بعض الأساسيات للجهات الرسمية والجهات الخدمية، فما بالك في المرأة المنتجة. نحن في الجمعية اليمنية لتشجيع الإنتاج المحلي سعينا بجهود ذاتية إلى لملمة وجمع النساء المنتجات من مديريات تعز لكي نعرف مشاكلهن وهمومهن وما هي احتياجاتهن، لكي يبرزنا ويظهرنا أمام المستهلك بمنتجاتهن، وكيف نحث المستهلكين على أهمية وضرورة الإقبال على شراء المنتجات الحرفية التي تنتجها المرأة المنتجة. نعم، المرأة في تعز وهي تواجه ظروف المعيشة الصعبة، كيف تستطيع أن توفر متطلبات إنتاج المشغولات؟ ما هي الصعوبات أو الصعاب التي يمكن أن تقف في طريق تطوير منتوجاتها؟ الكثير من النساء المنتجات التي احتكيت بهن معاناتهن الكثيرة في إيجاد رأس المال لكي يوفرنا المواد الخام التي من خلالها ينتجنا منتجاتهن لكي يعرضهن للسوق. فالأغلبية منهن دخلنا في جمعيات تمكننا من توفير مبالغ بسيطة أنتجنا منها بعض الأشياء التي احترفنا بها، ولله الحمد حاولنا بجهودنا أن نجمع هذه المنتجات ونعرضها في بازار وفي معارض أخرى. طبيعة هذه المنتجات التي احتوى عليها المعرض، هل تطلعنا عليها؟ المعرض طبعا يحتوي على الكثير من المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية مثل البخور والأطور وجميع أنواع الإكسسوارات والملبوسات الشعبية والتراثية والحضارية، وكنا نأمل في هذا البازار بالذات بمناسبة عام 2020 أن نضم مؤلفات الكتاب. الآن ظهر في أواخر 2019 أكثر من 15 إلى 20 منتجة في إصدارات الكتاب النسوي. هذه الخطوة ربما هل ستلقون الضوء عليها في معارض قادمة؟ بإذن الله سنسلط عليها الضوء، ولا زلنا نطمح في أن تلتفت إلينا السلطة المحلية وجميع المنظمات الدولية العاملة في مجال تنمية المرأة. نأمل من كل منظمة أولا من السلطة المحلية قبل المنظمات الدولية أن تلتفت إلى هذه النسوة
وتوفير متطلباتهن من خلال الحضور معنا في اللقاءات التشاورية والحلقات النقاشية التي سنعقدها معهن لمعرفة المعوقات والمشاكل التي يعانين منها وكيف نضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. المعرض هل يلبي طموحات المرأة المنتجة في تعز؟ بمعنى هل هناك مردود ذي جدوى أم أن الأمر مجرد حضور لا أكثر؟ لا، نحن في خلال تجربتنا من البزارات السابقة والمعارض السابقة وجدنا أن المرأة المشاركة في معانا في البزارات تعود عليها بمبيعاتها تتجاوز 40 إلى 50%، ولن نبالغ. هناك مردود. طيب عدد النساء المشاركات في هذا المعرض التي استهدفتموهن أنتم في الكبيرة؟ هذا البزار يحتوي الآن أكثر من 35 منتجة في المجالات المتعددة التي سبق ذكرها، والكثير منهن أرامل ومطلقات ومعيلة أسر. ونحن نسعى من خلال إقامتنا لهذا البزار في داخل المدار في داخل مدرسة الثورة للبنات الذي نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة مها العبسي مها السامعي التي كان لها شرف الفضل في استقبالنا وترحيبنا وتسهيل مهامنا لتجهيز هذا البزار. الغرض منه من إقامته في داخل المدرسة تخليص بناتنا الطالبات من عقدة الحب لكل ما هو منتج أجنبي والانتماء وتعزيز ثقتهم بالانتماء الوطني لمنتجاتنا المحلية لما لها من مردود إيجابي في الحد من البطالة ومكافحة الفقر. أنتم في الجمعية اليمنية لتشجيع الانتاج المحلي، ما أوجه الدعم الذي تقدمونه لهؤلاء النساء؟ نحن لا نجد غير أن نحن نوفر لهن المكان المجهز لأرض منتجاتهن ودعوة المستهلكين لزيارة البازار وشراء المنتجات عن طريق الإعلانات الصوتية، عن طريق الإعلانات عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق التسويق المباشر وغير المباشر. ما هو تقييمك لحال وواقع المرأة المنتجة في تعز وما الذي ينقصه؟ المرأة المنتجة الآن تعاني معاناة كثيرة من إيجاد السيولة المالية، ونحن في الجمعية اليمنية نسعى إلى إيجاد مشروع تمكين المرأة من خلال القروض الحسنة التي لا يوجد عليها أي فوائد. أيضاً ما هي ممكن الصعوبات التي تواجهونها في إطار هذا المشروع؟ الصعوبات التي نواجهها مثل هذه الظروف أو إقامة مثل هذه المشاريع أن نحن نسعى الآن بكل ما جهودنا الذاتية إلى إيجاد موقع يكون مقر يكون دائم لاستقبال كافة المنتجات الحرفية التي تنتجها المرأة المنتجة من جميع المديريات وليس من مديرية المدينة فقط. هل سنشهد استمرار لمثل هكذا معارض مستقبلا؟ بإذن الله ستشهدون مثل هكذا استمرار بزارات ومعارض على مستوى جميع الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وكذلك جميع مدارس البنات والطلاب بشكل عام. النساء المستهدفات هل هن من مديريات المدينة أم تم أيضا استهداف النساء في الريف؟ لا، نحن برضو نستهدف النساء في الريف، من ضمنها كان في معانا مجموعة حواء صبر الموادم التي تحتوي على كل المشغولات اليدوية منها العطور ومنها البخور ومنها الملبوسات التراثية والأدوات الشعبية. فكان لدور مجموعة حواء صبر الموادم الشرف الكبير في أن أقمنا لهن معرض الشهر الكريم في العام الماضي في منطقة صبر الموادم. رسالة أخيرة أستاذ خالد توجهها لمن؟ رسالة أخيرة أتوجه بالشكر الجزيل لكل من الأستاذ عبد الواسع شداد مدير عام مكتب التربية والتعليم الذي كان له شرف الاستجابة لمطالبنا، والأستاذة مها السامعي التي لبت دعوتنا بحضورنا إليها وسهلت لنا كل المهام. الرسالة الأخيرة التي أتوجه بها إلى الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان ولكل وكلاء المحافظة بأن يساهموا ويبادروا معنا بالتواصل مع جميع الشركات التمويلية وأصحاب المصارف إلى إيجاد مورد مالي نستطيع من خلاله توفير السيولة المالية كقروض حسنة لهؤلاء النسوة المنتجات. الأستاذ خالد غيثان رئيس الجمعية اليمنية لتشجيع الإنتاج المحلي بتعز، شكرا جزيلا ضيفنا في هذه الفقرة. شكرا لكم وسعدت باللقاء بكم. مرحبا
بكم من جديد. تعد عملية الحجر البيطري واحدة من الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على صحة الحيوان وتأكيد سلامته وخلوه من الأمراض. ومع تدخل منظمة الفاو الأممية في المجال الإنساني بتعز عبر توزيع ثروة حيوانية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، جاءت الحاجة لعملية الحجر البيطري، وتم استحداث مركز مؤقت لذات الغرض في أطراف مديرية جبل حبشي. نتابع. حين توقفت سيارتنا في الطريق الإسفلتي المار بمديرية جبل حبشي والمؤدي إلى مناطق نجد قسيم، الكلائبة، وحتى مدينة التربة جنوب مدينة تعز، كانت قطان من الماعز تجتاز الخط وتعبر من ضفة المرعى على يمين الطريق بمنطقة النوازل التابعة لمديرية جبل حبشي إلى الجهة المقابلة، وحيث تتجمع المئات قرب مزرعة لحاجة كنا لا نعلمها بادئ الأمر. استوقفنا المشهد وتبادر إلى الذهن سؤال وربما أسئلة عن سبب هذا التجمع من الحيوانات، وقبل ذلك لما كل هذا الاهتمام؟ وقد كان فريق صحي يعمل لأجل العناية بالماعز في هذا المكان، ولأجل ماذا؟ نحن الحجر البيطري طبعا هو 21 يوم، هذا لما يكون يجي من الخارج، لكن نحن نعمل هنا حجر بيطري لمدة أسبوعين لتفادي بعض الأمراض الأخرى مثل الالتهابات الرئوية، الإسهالات، الطفيليات الخارجية، الطفيليات الداخلية، بعض المشاكل الأخرى. الحجر البيطري هو ضرورة وإجراء وقائي تتبعه الدول والجهات المعنية بصحة الإنسان للتأكد من سلامة الحيوان قبل الوصول إلى المستفيد، لذا فإنه لا غرابة أن تعمل منظمة عالمية هي منظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو بالشراكة مع منظمة غدق المحلية مثل هذا الإجراء، وتستبق أي عملية توزيع للحيوانات بالحجر البيطري، خصوصاً وأن لها جهوداً في الثروة الحيوانية في إطار المشاريع التي تعمل عليها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، خصوصاً عند الأسر المعدمة بأرياف تعز. أول ما يقوم بتجميع المواشي المورد تقوم الإدارة العامة لصحة الحيوان بتزويد اللقاحات ضد الطاعون وضد الجدري، وأيضا تعطي لنا علاجات ضد الطفيليات الخارجية إيفرمكتين. بالنسبة للقاحات اللي نحن تمينا هنا تحصينها هو الطاعون والجدري، طاعون المكترات الصغيرة وجدري الأغنام، هذه لأنه المرض منتشر في الجمهورية اليمنية كامل. من الملاحظات الأولى لهذه الأغنام يبدو أن اختيارها تم بعناية، حيث أغلبها متقاربة في السن وجميعها من سلالة البيئة اليمنية، وهو ما أكد عليه مسؤولو الحجر البيطري والعاملون في مجال توريد الماعز. أول شيء نعمل كإلقاء نظرة على المواشي والفحص الخارجي والظاهري بشكل عام على المواشي، هذه الزيارة الأولى. الزيارة الثانية يتم فيها الاختيار بحسب المواصفات الفنية والصحية المتفق عليها من قبل المنظمة، من قبل إدارة صحة الحيوان. شروط المنظمة أن تكون من سنتين إلى سنتين ونص، وأن تكون حامل. ثالثاً أن يكون الوزن 18 كيلو. هل شيء؟ ثمة شيء يلفت انتباه غير العاملين في مجال الثروة الحيوانية، وهو الشارات الصفراء التي تثبت على أذن كل ماشية. والسؤال، لماذا تستثنى بعض الأغنام عن مثل هكذا شارة؟
هذا الترقيم كأنه علامة أن هذه الماشية فحصت وحصنت لفترة الحجر، والفترة الحجر تبقي طبعا من أول يوم ما نحصن والتحصينين هذه البي بي آر والبوكس، نقوم بحجر المواشي 14 يوم. هذه الفترة نقوم خلال هذه الفترة مراقبة الحيوان صحيا وظهور أي آفات مرضية ثانوية. العدد الآن تقريبا باقي 829 راس ماعز، وتم التحصين للطاعون والجدري في خلال أسبوعين. حجرناهم في مزرعة ورعي حول المزرعة علشان إن الحيوانات تأخذ المناعة. ولأن جميع الماعز من السلالة المحلية، فإن عمل المحاجر البيطرية في البيئة الريفية بمحافظة تعز تكون ناجحة وتؤدي الغرض الذي أقيمت لأجله، المتمثل بمهمة الحفاظ على الحيوان من الأمراض والآفات المنتشرة والإسهام في وصول مواش خالية من الأمراض يمكن الاعتماد عليها في تغذية الأسر وتوفير مداخيل اقتصادية مناسبة. وجد الكثير من أبناء تعز أنفسهم خارج دائرة العمل في إعداد البطالة جراء الحرب المتواصلة، ومع أن الكثير من أصحاب الحرف والمهن فقدوا مصادر دخلهم بسبب إغلاق المحلات وانقطاع الكهرباء أو تحت تأثير تدهور الوضع الاقتصادي، ظل البعض يقاوم ولم يفقدوا الأمل إذ عمدوا إلى تطويع مهاراتهم لاكتساب مهنة جديدة تتماشى مع الوضع القائم وبما يمكنهم من إعالة أسرهم. في الفقرة التالية نسلط الضوء على قصة مأمون الشميري الذي كان يعمل في هندسة الأجهزة الكهربائية وكيف تحول إلى العمل في تدوير الإطارات. بين هذه الأدوات في محل صغير بحي الجمهوري شرق مدينة تعز، عاش مأمون الشميري لما يقارب 16 سنة مكرسا جهوده للعمل في مجال هندسة الأجهزة الكهربائية كالغسالات والثلاجات، غير أنه وما إن شعر باستقرار عمله وزيادة دخله حتى حلت عليه كما على سكان المدينة نقمة الحرب التي زادت وطأتها مع انقطاع الكهرباء بداية العام 2015 بفعل حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على تعز. الحرب التي اعتبرها مأمون أنها كانت بمثابة شهادة وفاة بالنسبة لمهنته في هندسة الكهربائيات وكل ما له صلة بالمهن التي لها علاقة بالطاقة. أتم أبو الكهرباء أول ما بدأنا الحرب ما بتغل لا غتالات ولا ثلاجات ولا حاجة. المهندس مأمون هذا كان يعني كان الكهرباء قبل 5 سنوات موجودة وكان يشتغل مهندس بشكل مستمر، يعني الناس يقولوا كل حاجة يصلى غسالات والكهرباء موجودة. فلما وقع الحرب انقطع كل حاجة. مأمون الذي يعاني من صمم أفقده نعمة السمع وجعله يتحدث للناس بصعوبة لم يستكن، وحين انجلى غبار المعركة عن المدينة بعد التحرير التقط فكرة من أحد الجيران جعلته يعاود العمل في مجال آخر بأكثر همة وعلى أمل إعانته في توفير دخل يعيل به أسرته. تجلت الفكرة وبدأ الرجل في عملية تجميع إطارات السيارات المستخدمة للقيام بعملية تدوير تفيد البيئة وتوفر له دخلاً بديل. بدأنا ننتقل نتحرك، وبعدين العمل بدأنا نزلات ما معنا شغل ولا حاجة، رجعنا انتقلنا كفرات لقطنا التوائر ولا حاجة من التوائر ورجعنا قطعنا وطلعنا بين التنور واتغنى وقالتنا نطلب الله بعد عملت الحالي على حبة. طبعاً الفكرة هذه هي
أخذتها يعني من باب الحاجة للزراعة، وتابعت في النت ووجدت العديد من الأفكار وحاولت تطبيقها، واستعنت بالأخ المهندس مأمون. كون العمل عنده متوقف أو شبه نائم نظراً لظروف الحرب والحصار. يعمل مأمون دون ماكلل فيما يقول إنها المرحلة الأولى من هذا العمل، لذلك فقد تمكن من تقديم نماذج في عملية تدوير الإطارات من خلال صناعة تشكيلات تخصص للمياه وأخرى يمكن استخدامها كوعاء لغسل الملابس وبعضها لزراعة النباتات أو أي أغراض أخرى. والله بجهود شخصية مبدع الرجال هذا، يعني بالرغم انه ما يسمعش ولا هذا، بس من اجل لقمة عيشه عمل التوارئ هذه والاحواض والرنجان وصلح هذا. يعني حال باخذ هذه الاطارات الى يعني السقف او السطوح وزراعتها والاكتفاء الذاتي من الخضروات، ونستطيع نصنع منها تشجير لمدينة تعز كاملة. إذا وجدنا الداعم سنخلص البلاد من هذه الإطارات التي لا تتحلل وتسبب مشاكل في البيئة. يؤكد مأمون وشريكه في فكرة العمل أنهم سيعملون مستقبلاً على إنتاج قوالب جديدة كالمرجيحة ومسابح وكراسي للأطفال وأخرى خاصة بالاستراحات والمتنزهات. باقي المرحلة الثانية بنعمل كنب وأيضاً ألعاب أطفال اللي يسمى عندنا الدرهينة والأرجوحة وكراسي ربما أيضاً أسرة. لقيت هذه الفكرة استحسان سكان حي الجمهوري، لا سيما وأن المكافحة سيعيد من خلال هذه المهنة رسم الفرحة على أسرته ومحيط بيئته. مع انقطاع الكهرباء وعدم قدرته على المعيشة غير عمله إلى توائر وصنع منهن بإبداع إلى شجر، يعني أشكال مختلفة، وعلشان يصارع الفقر ويعول الأسرة. يبدو أن هناك من سبق مأمون في هذا المجال على المستوى المحلي، غير أن طموحات وأفكار يتحدث عنها جيرانه في مجال تدوير الإطارات ستصنع الفارقة في التنافس في هذا المجال، وستحقق للمهندس سابقا سمعة طيبة ومردودا ماديا، خصوصا إذا ما حظي بالدعم لتنفيذ أفكاره وجعلها حقائق ماثلة من خلال المجسمات المختلفة. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة ومواضيع متنوعة وشيقة. إلى اللقاء. نعم المدينة سقاها الصبح نسبته.